برعاية وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو وبحضور فاق 700 مشارك من البحرين والخليج، استضافت مملكة البحرين منتدى ديزني الذي يركز على مفاهيم الانتاجية والإبداع في قطاع الخدمات، ويقدمه الكاتب الأمريكي الشهير في مجال القيادة والإبداع والخدمات داغلب الذي يزور البحرين للمرة الأولى بمبادرة من معهد ليدز للتدريب والتطوير. وتأتي هذه الفعالية ضمن ما تشكله دول المنطقة من أهمية ومحط أنظار لشركات التدريب العالمية بسبب النمو المستمر لحجم السوق الخليجي والذي يتم تقديرها بقرابة 1.7 تريليون دولار، وبسبب ما توليه دول الخليج من اهتمام للاستثمار في قطاع التدريب والتطوير. وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبد الله فخرو بأن مملكة البحرين أصبحت وجهة رئيسية في منطقة الخليج لاستضافة المنتديات وورش العمل المتخصصة في تحقيق المزيد من الإنتاجية وسبر تفاصيلها والتطرق لأدق معطياتها لطرحها وتبادل الرأي حولها وتشجيع ممارستها لتسير المملكة قدما نحو تحقيق الرؤية التي طمحت لتحقيقها. فيما اعتبر غالب العريبي الرئيس التنفيذي لمعهد ليدرز للتدريب والتطوير العنصر البشري الركيزة الأساسية في كافة المؤسسات في القطاعين الخاص والعام والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذلك الكبيرة. وأنا طبعا يسعدني جدا أن أساهم ولو بقدر متواضع في هذا المنتدى، ويسعدني بعد ان اشوف ان يعني تمكين كالعاده تقوم بدور في دعم هذه النشاطات. منذ كم يوم مثل ما تذكر كان هناك استثمر في البحرين، وتمكين بعد لعب الدور في تشجيع هذه الفعاليه، ونامل أن تستمر هذه الجهود، ونامل أن تتكاتف جميع الجهود العامة والخاصة في الارتقاء بالإبداع والتقدم في هذا البلد العزيز. طبعا البرنامج يتكلم عن القطاع الخاص، أو بالتحديد التركيز على الموظف اللي يبدع بمنظور عالم ديزني. طبعا الخبير داغلب كان من بداية حياته يشتغل في والت ديزني، انتقل إلى جامعة ديزني وصار بابليك سبيكرز، وإحنا جبناه أول ناس نجيبه على منطقة الخليج. أعلن اليوم مجلس التنمية الاقتصادية عن توقيع كل من شركة إيكونومي لتطوير حلول التعليم التفاعلية للأطفال وشركة ديجيتال الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توفير برامج وتطبيقات تفاعلية على الإنترنت والأجهزة المحمولة للتوعية بالمفاهيم المالية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورا مهما في توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من جهوده الرامية إلى تقديم الدعم للشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق البحرينية والتوسع ضمن السوق الخليجية. وسيترتب على هذه الاتفاقية تطوير أدوات تعليمية وتطبيقات على شبكة الإنترنت لمساعدة الأطفال وفئة الشباب وعائلاتهم على تحسين مهارات أطفالهم المالية، حيث سيتم تقديمها للأطفال بطريقة سهلة ومسلية. أعلنت اليوم شركة عقارات السيف عن تحقيق أرباح صافية بلغت أكثر من 5 ملايين دينار لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل حوالي 6 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن أرباح العام الماضي قد تضمنت ربحا استثنائيا بمبلغ يفوق 1 مليون دينار من عملية بيع أرض تابعة للشركة في يوليو من العام الماضي. وقد بيّنت النتائج المالية بأن عقارات السيف حققت ارتفاعا في الربح التشغيلي بنسبة 7% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث بلغ أكثر من 8 ملايين دينار بعد أن كان حوالي 8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغ الربح التشغيلي الفصلي في الربع الثالث من العام الجاري للشركة حوالي 3 ملايين دينار بحريني، مقارنة بأكثر من 2 مليون دينار للربع الثالث من العام الماضي، أي بنمو بلغت نسبته 6%. وقد عكس الأداء المالي للشركة زيادة في الدخل الإجمالي الربع الثالث من حوالي 3 ملايين دينار في العام الماضي لتصل إلى أكثر من 3 ملايين دينار في العام الجاري.
أعلن بنك بي إم آي تحقيق أرباح صافية قدرها أكثر من مليونين دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 141%، وذلك مقارنة بأرباح صافية قدرها مليون دولار حققها البنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد حقق البنك ربحا صافيا قدره 900,000 دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح صافية قدرها 200,000 دولار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.